السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة السادسة من الوحدة الأولى، المرجع الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول في طبعته الجديدة. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان حصتنا لهذا اليوم: بماذا أتعرف رائحة الأشياء؟ بماذا أتعرف رائحة الأشياء؟ أهدف أقارن بين مختلف الروائح. وضعية الانطلاق: تختلف الروائح في الأماكن. لاحظوا معي المكان الأول: حديقة مليئة بأنواع شتى من الزهور. إذن الرائحة في هذا المكان رائحة زكية وعطرة. إذن في الصورة الثانية: مطرح الأزبال. إذن في مطرح الأزبال أكيد أن الرائحة ستكون كريهة. إذن أتساءل بماذا أميز بين روائح الأشياء. إذن بماذا أميز بين روائح الأشياء؟ بواسطة أنفي أو بواسطة حاسة الشم. إذن أميز بين روائح الأشياء بواسطة حاسة الشم. إذن أميز بين روائح الأشياء بواسطة حاسة الشم. ما سأقوم به: أنجز مناولة. إذن للكشف عن طبيعة روائح بعض الأغذية: أوراق النعناع، الثوم المفروم، قطع الليمون، شرائح البصل. إذن أقترح على أفراد مجموعتي الأدوات التالية وأطلب منهم إنجاز المناولات للكشف عن تلك المواد دون رؤيتها. إذن أوراق النعناع، الثوم، البصل، الليمون الحامض. ولدينا هنا علبتي علبة الملح والفلفل وأوراق الألمنيوم. إذا أطلب منهم تحديد روائح هذه الأغذية بوضع علامات في المكان المناسب. إذا الثوم رائحة طيبة أو رائحة كريهة؟ إذا الثوم رائحة قوية وكريهة. أوراق النعناع، أوراق النعناع رائحة طيبة. إذا يمكننا أن نتعرف على أوراق النعناع فقط من خلال حاسة الشم دون إبصارها. والثوم، شرائح البصل أيضا رائحة كريهة، قوية وكريهة. قطع الليمون رائحة طيبة. إذا للثوم رائحة كريهة، أوراق النعناع رائحة طيبة، شرائح البصل رائحة كريهة، وقطع الليمون رائحة طيبة. أستخلص: الأنف عضو لحاسة الشم. إذا الأنف هو عضو حاسة الشم. حاسة الشم تمكن من التعرف على الأشياء بالروائح التي تصدر منها. إذا حاسة الشم تمكنني من التعرف على الأشياء بالروائح التي تصدر منها. ونمي رصيدي: الشمس لودوغا، الشم لودوغا، الأنف لوني، الشم لودوغا، الأنف لوني. ألوغ، كما عرفنا أن الأنف عضو لحاسة الشم، إذن عضو حاسة الشم هو الأنف. حاسة الشم تمكنني من التعرف على الأشياء بالروائح التي تصدر منها. وهبئ تعلماتي: أضع علامات في بجانب الأشياء التي يمكن أن أتعرفها بحاسة الشم. إذا العطر، هل أستطيع التعرف بحاسة الشم؟ نعم صحيح. إذا لا يمكن، لاحظوا معي، ركزوا جيدا. إذا هنا ننتبه جيدا للسؤال: أضع علامة بجانب الأشياء التي لا يمكن أن أتعرفها بحاسة الشم. إذا العطر، هل يمكن أن أتعرفه
لا أتعرف بحاسة الشم؟ نعم أتعرف بحاسة الشم. الماء لا يمكنني تعرفه بحاسة الشم، البن يمكنني تعرفه بحاسة الشم، وزيت الزيتون أيضا يمكنني تعرفه بحاسة الشم. إذا المادة الوحيدة التي لا يمكن أن أتعرفها بحاسة الشم هي الماء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.